أقام مجموعة من المحاضرين محاضرة تقديرا وتخليدا لأفكار ابن عربي، عرضوا من خلالها أهم أفكاره ومسيرته وحياته. ابن عربي لا يمكن للساني أن يصف سجاياه وأخلاقه، ليس ما قدمه للعالم العربي ولو أنه كتب باللغة العربية، بل للعالم أجمع. بالنسبة للمستشرقين والمترجمين كتبوا عن ابن عربي الكثير الكثير، وهذا فخر للعروبة والإسلام. ابن عربي باختصار أديب، فيلسوف، له ما له من المكانة الدولية في مجال الأدب، ونحن نغرف منه. هو جدنا الأكبر ونحن أحفاده، وقد صعدنا على تاريخه وسجله وتراثه. ابن عربي يجب أن نغرف دائما منه، ويجب أن نذكره بالخير والفضل، لأنه له فضل لا على العرب فقط ولا على المسلمين فقط، بل على العالم بصورة عامة. محبة عند ابن عربي، شيخ العارفين، الشيخ الأكبر ابن عربي، هذا الفيلسوف الذي شغل الدنيا وما زال حتى الآن. كثير من الدراسات والأبحاث ورسائل الدكتوراه ما زالت في أفكاره وفلسفته بالحياة، اللي أهمها كان تقوم على سر الوجود والمحبة والأنوثة والمرأة. فهو كان من أكبر المدافعين عن المرأة، وأنه سر الوجود وسر الحياة هو الحب. المحاضرة مهمة ويجب أن تكون مهمة، لأنها تؤاخي ظرف وشيء جميل وحلو نمر به في القطر العربي السوري، وهو فوز ابنتنا شام بكور بالجائزة التي سمعتم عنها جميعا. ولابن عربي في هذا الموضوع بأس ولا أروع من ذلك، وهو التأنيس في فكر ابن عربي. ابن عربي شدد على التأنيس وقال: المجلس الذي ما به أنوثة لا يعول عليه. فنحن نعيش فرحة، وابن عربي أكد على الجانب الأموي والجانب الإنسوي وجانب الفتيات في بناء المجتمع. المحاضرة عرضت العديد من أفكار ابن عربي التي ألقاها عددا من المحاضرين. أمسي راقية جدا، لطيفة جدا، ضمن معالم شيوخنا وعلمائنا، ان احنا دائما نستمد منهم العلوم والطاقة والإيجابية والمعالم الصحيحة الحقيقية. سبحان الله، نستقي دائما من هذه العلوم وهذه الكيفيات والمهارات الحياتية الصحيحة السليمة، نبني الأسس بمتن سليمة بإذن الله تعالى. ننطلق لجيل راقي، لجيل صاعد ضمن أسس ومعالم مدرسة علمية سلوكية عميقة لها بداية وليست لها نهاية. كان له في كل رحلاته لقاء مع أشهر مثقفي عصره، ولم يتوقف عن الكتابة يبدو ولا يوم واحد، لأنه ألف حوالي 300 كتاب بين رسالة صغيرة وموسوعة كبيرة. أهم هذه الكتب أنجزها أو ألفها في دمشق بين سنوات 610 حتى وفاته سنة 638 هجرية، وتعتبر مدينة دمشق بالنسبة إليه وطنه الثاني أو وطنه الروحي. اشتهر بالمحبة والسماحة، واشتهر بقبول الآخر، وعلمه درس في الجامعات الأوروبية وفي الشرق والغرب. ومن أهمية ابن عربي أحببنا أن نقيم له هذه المحاضرة، لأنه فهم الحياة كما هي، فهم سنة الاختلاف، أن سنة الاختلاف ضرورية جدا لقبول الآخر والحوار معه. فأيضا فهم أن الناس يعشقون الحب، وبالحب نستطيع أن نبني الأمم. هذه المحاضرة أعادت إحياء أفكار ابن عربي القيمة، والتي كان لها دور عظيم في تثقيف وتقديم الأنثى في المجتمعات.